ازيكم يا اصحابي؟ لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وتعالوا نشوف ايه حلقة النهاردة. لما راح افتح الباب. حاضر حاضر. اهلا اهلا يا طنط جميلة، عاملة ايه؟ اتفضلي. اهلا اهلا يا سارة يا بنتي، هي مامي موجودة ولا مش موجودة؟ تعالي يلا نلعب مع بعض يا سارة. يا سارة نلعب مع بعض. اهلا يا توتا، عاملة ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني والله. موجودة، اتفضلي اتفضلي يا مامي يا مامي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا جميلة؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي، نورتينا والله. وحشتيني والله يا ميمو، قلت اجي ازورك. وحشتينا والله، ما جبتيش الاولاد معاكي ليه؟ اتفضلي اتفضلي، لحظة اجيب لك حاجة تشربيها. سارة نلعب نحذف الكرة لبعض. ها يلا يلا معاكي، انا هحذف الكرة وانتي تحذفيها لي. ايوه يلا يلا يا توتا، تلعبي معانا يا طنط؟ حبيبتي شكرا، اتفضلوا انتوا العبوا اتفضل. يلا يا سارة هنبدا. 1 2 3. يلا يا سارة شوفي كده، تعرفي تمسكيها؟ مش هتعرفي ابدا ابدا. ده انا همسكها واعمل حركات بيها فظيعة. يا ربي احنا اسفين يا طنط، ما كانتش قصدي الكرة تيجي في حضرتك. أوبس. احنا اسفين جدا يا طنط، احنا اسفين جدا. مفيش مشكلة يا حبايبي، بس بعد كده خدوا بالكم معلش. لا انا زهقت، يلا نلعب بقى خلاويس. ماشي بس انت اللي عليك الدور. انت اللي... ولا اقولك انا اللي هعمل خلاويس وانت اللي استخبي. خلاويس لسه اجيب البوليس. خبى يا طنط وراكي. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. لسه مسكتك يا سارة، لقيتك انت استخبيت عند طنط. لا وحشة اللعبة دي، تعالي نلعب باللعب احسن. بصي يا توتا، عارفة انا بعرف انط من فوق الترابيزة ونط من فوقيها عالي. وريني كده يا سارة، انا كمان هعمل زيك. هلا هوب. لا وحشة اللعبة دي، تعالي نلعب باللعب احسن. ايه رأيك في عروستي يا طنط؟ اه يا حبيبتي طبعا حلوة حلوة. وانا يا طنط، وانا يا طنط، ايه رأيك في دبدوبي؟ حلو يا طنط؟ اه يا توتا حلوة حلوة فعلا، حلوة يا حبيبتي. هي هي يلا ننط فوق الكراسي يا توتا. يلا يلا هي يلا يا سارة، بص انا هنط نطة قوية كبيرة جدا. انا جيت خلاص. اتفضلي كيك. يا خبر، ايه اللي الولاد عاملينه ده؟ ده شكلهم ازعجوكي قوي. لا ابدا ابدا، بس هضطر استاذن عشان والله تعبت فجأة ومصدعة، فهضطر ان انا استاذن وباجيلك في وقت تاني يا ميمو. ليه بس كده؟ احنا ملحقناش نقعد مع بعض. طب اقعدي حتى كلي الكيك، احنا ملحقناش خالص نشبع من بعض ولا قعدت معاكي اصلا. يا سارة يا سارة يا توتا يا توتا. خير يا ماما؟ خير 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 خير. في ايه؟ عجبكم منظر الاوضه ده؟ وعجبكم اللي عملتوه في طنط؟ طنطك جايه تقعد معايا شويه، وانتوا عملتوا دوشه وعملتوا هيصه، ينفع كده ما يبقى عندنا ضيوف نعمل ونبهدلهم بالشكل ده؟ ما كانش قصدي والله يا ماما، احنا كنا بنلعب. انا كنت بلعب والله، مش قصدي اضايق طنط خالص. وهو احنا زودناها شويه ولا ايه يا ساره؟ باين يا توته كده، معرفش. فعلا يا توت احنا كده غلطانين، لازم لما يجي النظيف نعمل معاه حاجات جميلة وما نعملهوش دوشة ابدا.
يا ريت يا اصحابي ما تعملوش زينا، واي لو عند حد ضيف ما يعملش زينا، وما ينفعش انكم تخلوا الضيف اللي عندنا يزهق منكم، لانكم كده بتعملوا حاجات وحشه. يا ريت يكون استفدتوا مننا معلومه. اهلا يا اصحابي، انا جاي اوصيكم وانتوا خارجين تلبسوا لفس وماسك، وما تقفوش في زحمة، وأول ما ترجعوا اغسلوا ايديكوا بالمية والصابونة ومطهر الايد علشان نكسب الكورونا. اهلا يا اصحابي، ياريت لو بتحبوني دوسوا لايك، وكمان فعلوا الجرس واشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل حلقات صورة وتوتة.